وعبرت كل مؤمن ومؤمن أحبريه مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. فقال حسين الحسين وأنا الحسين. صلوا على محمد وآل محمد. في خبر الإسلام محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الكلام حديث شريف دارای معنای بسیار عظیمی است ما رو سر مادو مخصوصی از باید در باری کن عمیقاً فکر کنید و ببینید مخصوص رسول الله از این حدیث جمیل باید فقط در تعریف کردن حضرت پیغمبر علیه السلام را جا خواهیدن ما تسمي تروي الظمآن اسمك.
مقعد أهل البيوان ساقي مني تسميت روحي أفديها شربة أهديها من دمعي لردي ساقي عطشان للمشرع تعني أروي الرضعان من دمعي لردي ساقي وعطشان للمشرع تعني أروي الرضعان من دمعي لردي خوفي أمضيها العيلة أرويها خوفي أمضيها العيلة أرويها من دمعي لردي جيت وبشتاف الجود والراية وياي بس شبعت المنشود عانتني دنياي جيت وبشتاف الجود والراية وياي بس طبيت المنشود عانتني دنياي عباس بروح الجود ما يشرب الماي هم اذكر اهل ردود ارويت حشاي وشلون انسى المعهود وارجع وانا المحمود وشلون انسى المعهود وارجع وانا المحمود عزكنا يا عباس وين الاحسان لو قالوا ما وفي ترجع نشوان سكنة تنساها نويل لا ما ناسيها عمها وسقيها لا ما ناسيها عمها وسقيها من دمعي لا ردي ساقي وعطشان للمشرع تعني أروي الرضعان من دمعي لا ردي ساقي وعطشان اسرع بمسراي وارجع لي الصغار وانا بحيطة اعدائي للواحد غدار عليك وش هلا الى خادم الحسين اسماعيل الحكاك حسين قلت اسرع بمسراي وارجع لي الصغار وانا بحيطة تحداك الواحد غدار يقطع مني يمناي واني سار ما همني وعندي الماي فدوالي الاطهار نفد حسين المقصود حتى بالروح نجود نفد حسين المقصود حتى بالروح نجود منهجنا يا عباس شجرة ليمان من صغري بيهربي تشفي الأبدان لو تشفي ليها نطير وافتخر بيها دوم باريها وافتخر بيها دوم باريها من دمعي لو ردي ساقي وعطشان نشرعت عني أروي الرضعان من دمعي لو ردي ساقي وعطشان للمشرعت عني أروي الرضعان من دمعي لو ردي شوفي أمضيها العيلة أرويها شوفي أمضيها العيلة أرويها من دمعي كان الأمل لحسين ودي أصله لأن نافورة عين من ضرب النبلة ظل يجر يمي ونيل والما يهمله ظل يجر يمي ونيل والما يهمله شلون أرجع قل لي لحسين وطفله قال ارجع وانت الجود بيك الامل محمود قال ارجع وانت الجود بيك الامل
تظهرنا يا عباس كوكب عدنان تظهر لاختي يا عالي الشان بعيونك رد للبيت عونك لحميها دوم رضيها عونك لحميها دوم رضيها سال دمعي لو ردي ساقي وعطشان للمشرع تعنيت اروي الرضعان من دمعي لو ردي ساقي وعطشان للمشرع تعنيت اروي الرضعان من دمعي لو ردي فومي انطيها ترجع عيني تشوف نظراتي الأحباب لأني بسهمي لحتوف كيف نصواب بلا جواب بلا ما شاء الله بزع ها ترجع عيني تشوف نظراتي الأحباب لأني بسهمي لحتوف كيف نصواب رد توقع مال جفوف ويزيد المصاب مدهوش وفكري طوف من فوق الركاب لاني بضرب العمود وهويت بلي زنود لاني بضرب العمود وهويت بلي زنود يا وصفة يا عباس فوق التربان صوت حسين تمني ويا الوليان انا توادع يا ريت فوق التربان صوت حسين تمني ويا الوليان انا توادع يا ريت ساعة نقضيها يما نحييها ساعة نقضيها يما نحييها من دمعي لو رديت جسمي يوقع عالبين يا هوي وسدين ما شاء الله لا سعيد جسمي يوقع عالبين يا هوي وسدين جرح الما عنده دين منه اللي يضمدين وين يا نور العين جبتي شهدين صاير جسمي صوبي تكتي سنده هون بنفس الجود كل بعين المعبود هون بنفس الجود كل بعين المعبود يرضينا يا عباس من الرضوان اكبر من الأدين من الرضوان اكبر من الأديب قبل الاخوان فوق التروب خليت ريت اواريها واحتس بيها ريت اواريها واحتس بيها من دمعي لو الكون شايف صيت للعباس يا حي يا ابو فاضل حارب شبه الزلزل العباس يا حي ابو فاضل كفاية حل مشتل العباس يا حي ابو فاضل دامع عند مدلل العباس يا حي ابو فاضل خدامة عند مدلل العباس يا حي ابو فاضل الحامي الضعن والعايل العباس يا حي ابو فاضل يا حي ابو فاضل للفحل اخدل والعباس يا حي ابو فاضل ومعادي زم واصل العباس يا حي ابو فاضل عادي زم واصل العباس يا حي ابو فاضل كل هبده بدر سجل العباس Thank you.
Thank you.
Thank you.